وكأن المسار الذي اتخذوه هم مضطرون لاتخاذه، مثل ما يفعل الآن مراجع النجف وكربلاء حينما يتابعون هذه البرامج وتأتي الحقائق صادمة لهم ولأتباعهم. خواصهم يشكلون عليهم على استحياء، فهم يضحكون عليهم، وإن كان خواصهم يعلمون أن المراجع يضحكون عليهم، لكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بحرية معهم خوفا على الدراهم والدنانير التي تملأ بها جيوبهم. والطرفين واوية، واحد يعرف الثاني، المرجع يدري ذولا واوية عارفين اللعبة، وهم يعرفون المرجع كلاوتشي، وواحد يمشي للثاني. وعلى هذه القاعدة، أنت تدري وأنا أدري واثنيننا ما ندري، نسوي روحنا ما ندري، نغلس. أنت تدري وأنا أدري واثنيننا ما ندري. صدقوني، هذا واقع مراجع النجف وكربلاء الآن، وهم يتابعون هذا البرنامج. هم خائفون من هذا العنوان، ليس مني، من عنوان المذهب الطوسي، لا يخافون مني، فأنا لا أملك قدرة تخيفهم، وإنما يخافون من الناس الذين ربما أقول ربما سيصدقون كلامي. يخافون من الناس لأن معايشهم ومناصبهم تعتمد على الناس الذين هم ديخيون، الذين صنعوا منهم حميرا وركبوا على ظهورهم.